قال جنوها وين العسل؟ أنا متأكدة حطته هناك. وزعته. شنو؟ إيه محطوط بالكرتون ما حد درى عنه. أعطيته حق حبايبي وهلي. إيه بس خالتي أنت تدرين إن أنا أستخدمه، ليش وزعتي؟ لا إيه ما عليه، روح اشتري من الجمعية أو حطي شكر أحسن. بس خالتي أنت تدرين وكذا مرة أقول لك. يلا عاد وراش جيران ايش تبينه؟ ترى كلها عسل. بل قلت لك كذا مرة خالتي نوها. ايش فيكم؟ لا عسل. صاير؟ مو صاير شيء، بس أنت عارف المراهقين بعد حساسيتهم تزيد يقومون يبكون ويتنوصون كذي. عسى ما شريبه، ايش فيك؟ يبا خالتي نوها وزعت العسل اللي استخدمه. إيه أنا قلت بدال لا يخترب وزعته. العسل اللي يخترب؟ من قال لك ان العسل يخترب؟ وانا ايش دراني انه ما يخترب؟ خلاص بعد وزعته، يعني شنو؟ بعد ما اعطيته حق الناس ايتمنن عليه واقول لهم تعالوا ردوه؟ ترى خلاص عاد كلها عسل. خلاص يبا لا تحاتي، انا اشتري لك احسن عسل بالديره. يبا اذا صرت بتونسني ودني حق خالتي عمره نوقع العقد، ابي افتك من الضغط اللي انا فيه. الحين نروح لها؟ ما يصير يبا. يبا ابي الحين.